رعت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين حفل العشاء السنوي الأول لانطلاق مجموعة كشافة ومرشدات السلط. حضر الحفل الذي أقيم في بلدة الفحيص كاهن الرعية الأب رياض حجازين والراهبات والقائد العام للمجموعة ميشيل فشحو وعدد من ضيوف الشرف والحضور الكرام. وقام بإحياء الحفل الفنان زياد صالح والفنان سائد حتر. هذا وأعلنت الدكتورة السمعان عن موافقتها أن تكون الرئيسة الفخرية للمجموعة. ومن جهتها أعربت كشافة ومرشدات السلط عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة السمعان على دعمها السخي لها ولكل من ساهم بدعم المجموعة.